تقدري ليه مثلا؟ يلا تعالوا يوم الاربعاء اللي جاي على مدينه الانتاج، هيكون اول يوم تصوير لمسلسل الظاهر بكل نجومه وعلى راسهم السوبر ستار محمد فؤاد. وايه تاني؟ مش شايفه ان الناس كلها كانت بتركز على رمضان دلوقتي؟ لا، في سيزونز مختلفه. والله انا في عندي حاجه بقراها دلوقتي 60 حلقه قبل رمضان، بس الظاهر رقم واحد عندي، لانه تامر عبد المنعم عامل ورق خرافه، ياسر زايد يعني كنت بستنى اشتغل معاه، مخرج متمكن وابن حبيبي وابن عيله فنيه كبيره ومخرج متمكن، الكاست عالي جدا، انتاج ما بين مصر وما بين باريس. وربنا وفقنا. اخر حاجه عملتيها مدلوقتي؟ من اخر الحاجات اللي عملتها السلطان والشاه، السنه اللي فاتت ما اتعرضش، ان شاء الله السنه دي يتعرض وكده ابقى موجوده تاريخي ومودرن. 2017 صدقوني احسن، صدقوني الفرد دايما احلى، يا ربي كده تبقى يعم الخير على مصر وعلى الوطن العربي. هابي نيو يير مدلين تاور.